احنا كاساتذه باحثين في اطار النقابه الوطنيه للتعليم العالي، من بعد التتبع ديال هذا الملف ديال كليه الطب لقينا بان المساله وصلت للامباس. اولا ما كاينش حوار، ما كاينش محاور، الوزير هو متعنت. هذا التنزيل ديال هذا القرار ولا هذه المساله هذه كان بشكل احادي وفردي وتجاري، وما تمش الاقناع ديال المكونات ديال الجامعه خصوصا كليه الطب بهذا المشروع هذا. وملي جينا لقينا بان الوضعيه وصلت هذا، بان لنا مسؤوليتنا التدخل من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه، خصوصا ان بعد 4 شهور ديال الاضراب كتبان بان السنه غادي سنه بيضاء، وهذه المساله هذا ما قابليناش. اللي كيتلاحظوا ان الطلبه فاتحين الباب للحوار، مستعدين باش يحاوروا يناقشوا يقلبوا على حد ادنى، ولكن التعنت ديال المسؤولين هذا غير مفهوم. ومن المسؤوليه ديالهم باش يديبلوكيو هاد لا سيتياسيون باش يحلوا هاد المشكل. حنا في اطار هاد الجو هذا اسسنا اليوم واحد الاطار اللي هو لجنه ديال التضامن مع نضالات طلبه كليه الطب والصيدله بالدار البيضاء، واللي الهدف منه هو دعم هذه الحركة، هو إيجاد حلول مرضية للطرفين في هذه النقطة. ولكن ما تنوبوش حنا على الطلبة، الطلبة هما ماجوري فاكسيني، قادين بالشغل ديالهم، قادين بالنضال، قراراتهم كياخذوها بشكل ديمقراطي، قراراتهم كياخذوها بشكل اللي واحد مقتنعين بها. إذا حنا ما يمكن إلا نلعبوا واحد الدور ديال الميدياسيون، واحد الدور ديال حل هذا المشكل بطريقة اللي هي فيها التفاوض، فيها اللي تحل على مستوى القريب، تحل على مستوى المتوسط والبعيد يتحل على المستوى، ولكن خص الطلبه يرجعوا. حنا بغينا الطلبه يرجعوا، ولكن باش يرجعوا خص تحقيق المطالب ديالهم. ما يمكنش من بعد 4 شهور ديال الاضراب وغادي يرجعوا الطلبه غير هكاك. وثاني هما مصعدين الطلبه ومتشبتين بالموقف ديال المقاطعه بشكل اللي هو هذا، واخا ان بعض التشويشات كتكون بانه باغيين يرجعوا لك، هذا الشيء ما كاينش، ما لاحظناش. ولكن سي عبد الناصر، لاحظنا بانه اخر بلاغ ديال النقابه الوطنيه للتعليم العالي كيقول بانه هذا الامر ديال البيداغوجيه من اختصاص الاساتذه ماشي من اختصاص الطلبة، وبالتالي فالطلبة كيدخلوا فيه ما لا يعني فيما يخص 5 أو 6 سنوات، 6 أو 7 سنوات. هو اللي الطلبة من حقهم يدافعوا عليه هو تكوين جيد وتكوين في مستوى. أنا كأستاذ من حق الطالب يدوي على أساس أنه الظروف ديال التدريس ديالو ماشي هي هذيك، أو لا القاعات ما موجودينش، أو لا لي تي بي ما كاينينش، أو لا الإمكانيات ما كايناش. هذه مسؤولية ديال الطلبة حتى هما، ولكن طبعا لي بروغرام والامتحانات وطريقة الامتحانات هذا من صلاحيات الهياكل ديال الجامعه، والهياكل اللي معروفه هي مجلس المؤسسه، مجلس الجامعه، الشعاب، الفرق البيداغوجيه هي اللي مكلفه بهذا الشيء. انا لا اعتقد بانه الطالب غادي يجي وغيدخل في الكونتوني ديال التدريس، او لا غيدخل في الطريق في الامتحان ديال هذا، ولكن المنهجيه والشروط والظروف من حق الطالب يناضل من اجل تحسينها والجوده ديالها. هاد المناسبة جات على غرار تأسيس اللجنة لدعم الطلبة لتحقيق المطالب ديالهم. وكأب هاد المحنة هادي كنعيشوها يعني منذ بدء هاد التعديل ديال القانون، الإطار ديال السنوات الدراسية والمنظومة الدراسية في كلية الطب والصيدلة. فعلا حنا اباء ووليداتنا قراوا وداروا مجهود وكانوا متفوقين في الدراسه ديالهم، يعني حاصلين على نقاط عليا، وكان بالامكان ديالهم انهم يولجوا جامعات اجنبيه من البكالوريا، ماشي حتى ياخذوا الدبلوم ديال الطب عاد غيولجوا ياخذوا القرار انهم وليداتنا ربيناهم على اساس انهم مواطنين مغاربه بحالنا. حنا كان بامكاننا اننا نلجؤوا في وقتنا ونهاجروا، ولكن قررنا وبقينا نخدموا بلادنا، والحمد لله حنا عايشين في بلادنا وكنطمحوا انها تكون من الاحسن للاحسن. اذا الحاله النفسيه ديال هاد الوليدات، كنظن جميع الوليدات اللي في هاد من الجامعات المغربيه كامله، الحاله النفسيه في وسط الدار ما كتكونش جيده. وليداتنا باغيين يرجعوا يقراو، ولكن خاص تحقيق المطالب ديالهم. وحنا هنا كنأكدها ونعاودها، حنا ما غادي نقوموش مقام الطلبه، حنا اباء الدور ديالنا هو مسانده وليداتنا والمسانده ديالهم الى اخر رمق.